يخوض الأهلي مباراة اليوم أمام الداخلية بحالة معنوية وصورة ذهنية مختلفة لدى الجماهير الحمراء بشأن فريقها في الموسم الجديد وبشأن مديرها الفني مارسيل كولر. انطباع جيد وأول بصمة مميزة من المدرب السويسري الجديد بعد كأس السوبر، ومن المعروف أن أقصر طريق لقلوب الأهلوية التتويج ببطولة، فما بالك إذا كانت على حساب الغريم التقليدي الزمالك وبعد موسم غير موفق حمل ذكريات يسعى الأهلي لنسيانها. الاختبار الحقيقي الأول لكولر كان أمام الزمالك ونجح فيه باقتدار، لكن بعد 5 مباريات بخمسة انتصارات وشباك نظيفة ستزيد الاختبارات صعوبة. اختبار أصعب اليوم للمدرب الغائب عن المقعد الفني بسبب نزلة البرد التي أصابته برفقة الثنائي معلول والشحات. الداخلية فريق يسعى لإثبات ذاته بعد العودة للدوري، لكن صعوبة اختبار الأهلي تكمن في غياب 5 من العناصر الأساسية، أي نصف التشكيل الأساسي تقريبا. محمد عبد المنعم وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وطاهر محمد كلهم ركائز أساسية اعتمد عليها كولر في المباريات السابقة، ليكون البحث عن بدائل لكل هؤلاء هو التحدي بالنسبة لكولر بما لا يؤثر على مستوى الفريق. ثنائية الدفاع التي أشاد بها الجميع متولي وعبد المنعم ستفقد طرفا منها، والمرشح الأول ياسر إبراهيم. علي معلول غيابه يفتح باب التساؤل عن بديله ما بين رأفت خليل أو أيمن أشرف الذي لم يظهر حتى الآن مع المدرب الجديد. محمد فخري مرشح بقوة ليجاور حمدي فتحي في قلب الملعب، خاصة بعد أن دفع به كولر في آخر ثواني من مباراة السوبر. تبقى الحيرة ما بين الدفع ببرونو ساديو في مركز الجناح الأيمن كبديل لطاهر مع الدفع بأفشة كصانع ألعاب، أو يتنافس كريم فؤاد وبيرسيتاو على اللعب إلى جوار سافيو. مباراة تلو الأخرى تتوالى الاختبارات وتزداد صعوبة لتظهر عقلية المدرب السويسري مع المواقف المختلفة، فكيف سيتعامل كولر هذه المرة؟